ثلاثة أسابيع قبل أن تقرر دول التحالف العربي تخفيف حصارها على اليمن، كانت وتيرة التصريحات الدولية المحذرة في ذروتها، وكأن اليمن القابعة في جوف الحرب والجوع منذ ثلاث سنوات مجرد مادة إعلانية في بيانات وتقارير المنظمات. لكن التحالف الذي أعاد إلى الأذهان تكتيكات المرحلة الأولى من الحرب والحصار رضخ للدعوات الدولية وقرر فتح المنافذ، لكن فقط أمام المساعدات الإنسانية الطارئة. منظمات الإغاثة الدولية رحبت بهذا القرار مع اعتقادها أن الرحلات الجوية المحملة بالمساعدات ليست كافية لتفادي وقوع أزمة إنسانية وشيكة بحسب تعبيرها. ومنذ اللحظة الأولى لاستئناف دخول المساعدات بدأت طائرات الإغاثة بالهبوط في مطار صنعاء محملة بإمدادات طبية وموظفي إغاثة. الاحتياجات الإنسانية ضخمة وما يزال هناك الكثير مما يمكن فعله تقول منظمات الإغاثة الدولية، لكن الصعوبات أكبر من تجاوزها حاليا إلا بالقليل الممكن. وعلى سبيل طمأنة المنظمات الإنسانية، كان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أكد أنه سيسمح بمرور المساعدات عبر مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر، فضلا عن السماح بالرحلات الجوية للأمم المتحدة إلى صنعاء. أضاف المالكي إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى منع نقل الأسلحة وتقضي بعدم المزج بين شحنات الإغاثة والشحنات التجارية على نفس السفينة، ويتعين تقديم إخطار بالشحنات قبل 72 ساعة بدلا من 48 ساعة، وعمال الإغاثة فقط هم الذين سيسمح لهم بالسفر على متن رحلات الإغاثة.